ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ميلان رؤوف رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة كوزي فوب. درنا إعلان لإضراب عام أيام 5 و 6 و 7 نوفمبر، يعني ابتداء من نهار الغد يعني يوم الثلاثاء. لهذا أنا الآن هذه الرسالة أرسلها خاصة إلى التجار الجزائريين. التجار الجزائريين لازم تكونوا داخلين في هذا الإضراب العام، لأنكم أنتم هما الواجهة لهذا الإضراب، وأنتم هما المنظر الذي سيرعب العصابة لما ترى كل المحلات التجارية مغلقة. إضراب العام 10 مارس الذي شنته الكونفدرالية ونجح وأسقط العهد الخامسة كان بفضل الله أولا وبفضل التجار ثانيا، التجار الجزائريين الذين ساهموا بقوة كبيرة في هذاك الإضراب العام، أين كل الناس لما خرجت إلى الشارع ورأت المحلات مغلقة كانت واجهة قوية وضغط كبير على النظام الذي جعله يتسارع، نظام بوتفليق الذي جعله يتسارع بالسقوط. نذكركم خاوتي التجار الجزائريين بأنه إضراب ثمان أيام للثورة التحريرية الكبرى كان إضرابا للتجار ولم يكن إضرابا لقطاع المحروقات التي كانت يعني فرنسا تستغله في تلك الأيام في تلك الحقبة، وكانت فرنسا تخطف ثروات الجزائريين، وكانت تجار الجزائريين آنذاك لهم بالمرصاد، وعملوا هذاك الإضراب التاريخي إضراب الثمان أيام الذي أثبت بأن المستعمر يعني بأن الجزائر جزائرية وليست فرنسية. ندعوكم مرة ثانية أيها التجار الجزائريين للالتحاق بالثورة الشعبية السلمية المباركة غدا الثلاثاء 5 نوفمبر، غلق كل المحلات التجارية في كل البلديات خصوصا في الجزائر العاصمة، الالتحاق بخوتكم الطلبة في المسيرات السلمية من أجل المطالبة بالتغيير السلمي والذهاب إلى دولة ديمقراطية شعبية مثل ما أرادها شهداء الثورة التحريرية المبجلة الشهداء أول نوفمبر. خوتي بارتاجيو هذا الرسالة لكل التجار الجزائريين، بارتاجيوها بقوة حتى الناس كل تسمع هذا الرسالة، ولكي نسمح يعني نفتح الباب للجميع للمشاركة في هذا الإضراب الهام والمهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.